foot, moi comme Sabri Iskander, expert en automobile, nous avons fait un registre d'avoir ta main comme Chili qui parle. Tarak Giga, restaurateur et cofondateur de Saraki avec Sabri Iskander. Tulsi en fait, ma manière de tulsi, c'est des légumes vinaigrés. C'est nouveau. Le shawarma poulet. Hein. 100% blanc poulet. Gris, bien doré, bien croustillant et moelleux au milieu. Et ça, sauce tzatziki. اهلا وسهلا بالجميع ما رضا الله الا برضا الوالدين تحيه لكافه المتابعين نتاعنا من جميع انحاء الكره الارضيه من شمال افريقيا الى الدول العربيه الى كافه المتابعين ابنائنا ابناء المهجر المغتربين الموجودين في اوروبا وفي امريكا اليوم احنا موجودين في منطقه الصفصاف بمدينه المرسى شكون ما يعرفش الصفصاف وشكون ما يعرفش المنطقه هذه كيفاش تحفل في الصيف تواجدنا في مدينه المرسى انا مش نختار لكم مش نختار لكم ديجا انا اخترت حويجه الشخص اللي شفتوه هذاك شفتوه اللي واقف لابس لونات هذاك صدري اسكندر وشكون ما يعرفش صدري اسكندر صدري اسكندر هو من المنشطين من المنتجين من رؤساء التحرير المختصين في عالم السيارات عنده عدة برامج عنده رئيس تحرير تاع مجلة كلها في اختصاص السيارات ومحركات السيارات احنا اليوم مش نشوفوه شنو هي علاقة سي صدري اسكندر بالأكلة بستريت فود ونشوفوا هذا المطعم صراحتي مش نسأل أخونا صدري مهدي مرحبا بيك شو يعمل السالة فيك عايش شو تعمل سي صدري هوني, هوني في المنطقة في صفصاف في المرسى سبيسياليتي صفصاف فريكاسي و بومبالوني هوني حاليا دونور شاورما دونور برلينوا كيما تلقاهم في المانيا الاتراك اللي مشاو لالمانيا خاطر في تونس لاحظنا كي تحب تاكل شاورما بنينه الاكثريه نتاع الوقت تلقاها في خبز لبناني ولا تابونه ولي صوص هما بيدهم صوص الاي مايونيز هريسه حبينا نوع نعطيه حاجه معناها اوريجينال خاصه في الخبز الخبز ديجا سي ان بان بارتيكولي ما تلقاش منه جمله في تونس معناها كاسكول كيما هذا في الخبز هكا تاكلو كان هوني عند ساراكي معايا خويا وشريكي طارق سي طارق مرحبا دونك احنا في التقديم نتاعنا سي صدري قلنا سي صدري هو من الناس اللي مشهوره في بالبرامج المختصه في عالم السيارات رئيس تحرير مجله مختصه كذلك في السيارات فقط حبينا نعرف كي نقعد قدام الريستور حبينا نعرف شنو هي العلاقه بينك كانسان مختص في العالم هذا بعالم الهمهم وعالم الاكل انا ديجا مغروم بالماكله والحمد لله نسافر برشا في الخدمه وهذيك علاش غير عملت لي دونور برلينوا خاطر في خدمتي نمشي برشا لالمانيا باش نجرب لي بي ام دبليو في اللي كراها بالالمان ستوتغارت ميونيك برلين دونك وذقت غاديكا معناها لي ساندويتش لي دونور برلينوا هذيك عليها عملناهم من بعد العلاقه بون فما رابور ما بين الكهرباء والكاسكوت خاطر انا الكهرباء كي نقدمها نقسمها اون تخوا بارتي البارتي الاولى هو المنظر البراني ليستيتيك البارتي الثانيه داخليني وفيها الاحساس نجم نقولوا الفواتور كيما هوني كاسكروت عندك المنظر البراني كي تشوفوا يشهيك ولا ما يشهيكش كيما الكهرباء عندك الداخلين كي الكهرباء لوبسيونيت لي زيكيبمون هوني لي سوبليمون وعندك الاحساس كي تذوقه معناها ولا باش يعطيك حاجه معناها بنينه برشا اون سونساسيون اغريابل فهمت كيما الكهرباء كهرباء سبور حرحرة دونك تلاحظوا انه التاثير او المؤثرات الخاصه في صدري في عالم السيارات كذلك نجد نلقوه عنده كذلك في الهمهمه والاكله بالرغم انه معاه اخونا طارق هذا عاد المعلم هو مختص في مختص هو اللي عمل لي صوص هو قدمه لك رابيدمون اي راهي قدمه لنا رابيدمون عمل ليكول اوتوليير نتاع بول بوكيوز كرون شيف في فرنسا وهوني لي دون لا ريستوراسيون في الدومين هذا ديبي ا بوكري 10 ans. Donc, on a une expérience pour les fast-foods. Pour les fast-foods. باهي تو احنا مش ندخلوا تو للمشاريع الصغير اللي بالنسبه لي انا موجود في مدينه المرسى منطقه الصفصاف
باش نحاولوا نشوفوا الكونسيبت نتاعكم ونشوفوا اسكو بالحق مش تمسوا الروح والقلب نتاع الكليون نتاعكم وتحاولوا تحافظوا عليه ولا لا؟ هكا ولا؟ دكور اخترتوا الحويجات باهيين دونك هذا الريستو. هذا المنظر لو كاسيير. اي. توا خونا طارق شنو هو شنو هو الكونسيبت نتاعكم؟ الكونسيبت كيما قال لك صدري سي ان كونسيبت دونور برلينوا. اي. سي ان ستيل دو شاورما اون بارتي ستيل دو شاورما ديك غوسيت حاجه خفيفه. اي. فوالا. هاي ساندويتش. هاي ساندويتش. ساندويتش كلاسيك هذا سبيسياليتي تاع لا ميزون. شاورما. شاورما بيت ميزون. عندك لي غارنيتور لي هوني. هاي مي سي تشيز. دونك الخبز كيما قال لك صدري نتاعنا في الميزون. نجينا توستي. هاي. اي ابخي لو كليون يشوزي لي. Base, laitue fraîche, oignons frais, coupés tous les matins, refait tous les matins. On a des sauces maison, sauce à l'ail, sauce dine avec la crème de sésame, sauce tatsiki avec le menthe ou le concombre, c'est une grecque. On a des sauces saraki, yaourt et cumin. دونك الاختصاء معناها الحاجه المختلفه شوي في الريستو نتاعك هو الصوص هذا اللي كنت تحكي عليه. هذا الصوص النتير نتاعنا مي كيت الصوص باز دو ياوت خفيف سون ماتيغ غراس اجوتي. عندك هذا الزيت سي ان بوان في فوق في الكاسترول. كي الترشي اون فيت معناتها المانيير دو الترشي سي دي ليجوم فينيغري. دونك دوني ان بو دو Ah, 24 heures de marinade, t'as pris. Ah, t'as pris. Elle est juteuse. Le blanc poulet, en général, il dit que c'est. En général, on a une technique pour que ce soit vraiment tendre. Comme en Allemagne. هذا الخبز. هذا الخبز. الخبز هذا خاص بكم انتم؟ خاص بنا احنا سي سبيسيال. نعملوا هكا، إلي سناكي على غري. بيان دوري، بيان كروسيون، إي مولي أو ميليو. باش نحكيو على لي بري لي ساندويتش نتاعك. D'accord. Nabdou, oui, Nabdou. On a le classique, donc le donneur Saraki. En blanc poulet, hein. On connaît du blanc poulet, on a sélectionné les fournisseurs. Donc on le fait maison, qui m'a parlé. Ça va aller pour 35 000. On a le chicken roast, blanc poulet, Zada, Fmanialef. Chicken Ktaif, spicy, Fmanialef, pour 35 000. C'est un poulet pané, façon Ktaif. Ou épicé. Et le sol, il est balham, beef case. Donc on a des boulettes de viande qui venaient d'être fourrées au fromage. On nous dit non, on est au barbecue. Bien sûr, quand même, les attendants, c'est pas mal, les végétariens, les vegans, les messages. On a les vegans, il fallait faire avec des palettes. Qui fait maison, ça va aller. Le beef case, par la web, c'est on a les suppléments, deuxième type de fromage, gouda, PDF, feta, lobby artisanal, des artisans tunisiens, j'ai une de la région
احنا القناه نتاعنا لقيت فرصه باش تكون مع خونا صدري ما نشوفوش كيف التلفزه نحب نشوفوه كذلك في القناه نتاعنا يعطيه الصحه على القال الاخر التواضع نتاعو باش يكون معنا في القناه نتاعنا المتواضعه الصغيره وخونا كذلك سي طارق اختصاص ماكله قالوا لي عندك ريستو اخر هكا ولا ريستورون للبار في قمرت دونك في قمرت باش نحاولوا لربما اذا كان لقينا مع وقت نعملوا معاه بتي فيديو صغير بالنسبه للسيري نتاعنا نتاع نكت رمضان بحولها ونهبطوا لكم في شهر رمضان ونشوفوا جو دونك اللي يحب يجي الصفصاف هكا ولا الصفصاف ريستو فوقوا حاجه بنينه ديفيرونت من الحاجات اللي موجودين هنا ان شاء الله تعجبكم يعجبكم دو سبيساليتي يعجبكم فوالا في الصفصاف بحدا الجامع من يتبعد على الجامع دونك من يتبعد غدا على جارنا اخونا بهار الزيت غازي بهار الزيت دونك قريب برشا الصفصاف تبدا في تونس تبدا نشكرو باهي دونك هذا الفيديو نتاعنا اليوم في ريستو ساراكي مع الاخرين الكل نشكرهم ساعة على رحابة الصدر نتاعهم خلونا نتعرفوا باي باي يعطيكم الصحة دونك كيب باهي حلوة برشا مرحبا بكم الناس الكل دونك هذا الفيديو نتاعنا اليوم ان شاء الله في مدينة المرسى مدينة الصفصاف مع خونا صدري وخونا طارق من السيارة للريستو دونك جامي بارتاج ونستنى لي كومنتير نتاعكم وقت اللي تجوا ذوق الساندويتش نتاع خونا طارق خونا صدري يعطيكم الصحة ميرسي بيان شكرا جزيلا وما رضا الله إلا برضا الوالدين إلى اللقاء